الموجز الرياضي يأتيكم على أول قناة إلكترونية بالجزائر زيرتيوب. أهلا بكم. بداية أخبارنا الرياضية بالمنتخب الوطني الجزائري، حين كشفت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف بأن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش التقى مع لاعب الأهلي السعودي رياض محرز ولاعب اتحاد جدة حسام عوار، وهدف في إطار متابعة اللاعبين الناشطين في الخارج. التقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية بلاعبيه رياض محرز وحسام عوار، وتحدثا عن أهم الاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب الوطني، حيث استفسر بيتكوفيتش عن مدى جاهزيتهما مع أنديتهما، كما ناقش معهما مواعيد القادمة للخضر أبرزهما تربص شهر سبتمبر القادم. وفي نفس السياق، دائما يقترب الناخب الوطني بيتكوفيتش من الإعلان عن قائمته النهائية لتربص شهر سبتمبر، والتي تتخلله مباراتين رسميتين أمام كل من إغينيا الاستوائية وليبيريا، والتي ستعرف عودة كوادر الخضر. مزيدا في سياق التقرير التالي. يقترب الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش من ضبط القائمة الموسعة والنهائية لتربص شهر سبتمبر. مباراتي تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا أمام كل من غينيا الاستوائية وليبيريا ستشهدان على عودة نجوم الخضر. ثورة حقيقية سيحدثها المسؤول الأول عن العارضة الفنية للمنتخب الوطني، وهذا بعودة الكوادر. عودة مرتقبة للقائد رياض محرز الذي أصبح متواجدا ضمن القائمة المعنية بالتربص القادم لمحارب الصحراء، قائد سفينة الخضر، والذي يريد أيضا إعادة يوسف بليلي إلى صفوف الأفناك، وهذا في حالة تألقه مع فريقه الترجي التونسي. تربص شهر سبتمبر قد يشهد غياب المدافع الأيمن يوسف عطال الذي يتواجد بعيدا عن المنافسة بعدما لم يجد أي فريق في هذا الميركاتو. بيتكوفيتش الذي سجل حضوره في قسنطينة وأعجب بلاعب سنافر إبراهيم ذيب والحارس بوحلفاية، كما عرف لقاء وتانغا ليبيري ومولودية الجزائر حضور بيتكوفيتش رفقة مساعديه لمعاينة أشبال باتريس بوميل. إذن التحضير للتصفيات قد انطلق في انتظار الإعلان الرسمي على القائمة النهائية. وفي خبر آخر، أعلنت إدارة نادي السد القطري عن خضوع المدافع الجزائري عبد الصمد بو نصر إلى عملية جراحية، وهذا على مستوى الكاحل. وقالت أن عبد الصمد بو نصر خضع للعملية الجراحية بمستشفى أسبيطار بالعاصمة القطرية الدوحة. وكشفت إدارة السد القطري عن مدرع غياب بو نصر الذي سيصل إلى 3 أشهر كاملة، وهو الذي أصيب في وقت سابق في إحدى الحصص التدريبية، كما ينتظر أن يخضع المدافع السابق لاتحاد الجزائر للفحص ومتابعة، خاصة قصد تجهيزه بشكل أفضل للمنافسة الرسمية. يواصل النجم الصاعد عبد المنعم بسطة إبهار الجميع ورفعه للراية الجزائرية عاليا، وهذا بعد أدائه الرائع وحصوله على الميدالية في رياضة المويتاي كرياضة استعراضية في أولمبياد باريس، حيث حقق فوزا مستحقا في البطولة العربية لمحترفي المويتاي 2024 التي أجريت في مدينة أبو ظبي، حيث لم يكتفي بالفوز بالمركز الأول فحسب، بل حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الوطني العربي في رياضة المويتاي. بهذا مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذا الموجز. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راك حاب تتنقل بكل أمان وأريحية وين ما حبيت وقت ما حبيت؟ يا طير سيرفيس ما راحش تلقى خير منها. واش راك تستنى؟ طلع الابليكاسيو وسجل نفسك بطريقة سهلة. اكتب الاسم واللقب، الإيميل، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس ذكر ولا أنثى. يلحقك SMS في الرقم اللي سجلت به. دخل الأرقام الموجودة في SMS وابدأ أول رحلة تاعك معنا، واغتنم التخفيضات اللي توصل لحتى 50%. معايا طير، قاع نطيرو. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.